السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن اشهر الاخطاء اللي بتسبب مرض الاطفال بشكل متكرر. كمان هنجاوب على سؤال مهم جدا، ليه الاطفال بيتعبوا بشكل متكرر في فصل الشتاء اكتر من باقي الفصول. تالت حاجة، ازاي نقدر نحمي الرضع والاطفال من تكرار الاصابة بالامراض خاصة في فصل الشتاء. لو حضرتك تابعت معايا الفيديو ده للاخر هتعرفي ازاي تحمي اطفالك من تكرار الامراض في الشتاء، وكمان هتستغني عن زيارات الاطباء المتكررة. خليكم معنا في البداية، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. فصل الشتاء على الأبواب، ومعروف ان معدل الأمراض عند الرضع والأطفال بيزيد شوية في فصل الشتاء. طب ليه الأطفال بيعيوا بشكل متكرر في فصل الشتاء؟ الحقيقة عندنا أسباب كتير، لكن في 4 أسباب هم السبب الرئيسي في زيادة العدوى وزيادة تعب الأطفال في فصل الشتاء. السبب الأولاني إن في فصل الشتاء عندنا مجموعة كبيرة من الميكروبات خاصة الفيروسات بتنشط بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة. السبب الثاني هو تكرار تعرض الأطفال للاختلافات المفاجئة في درجات الحرارة. يعني الطفل مثلا نايم طول الليل ومتدفي كويس، وبعدين يصحى الصبح علشان يروح المدرسة فيخرج من البيت في تيار هواء بارد بشكل مفاجئ. ده بيسبب ضعف جهاز المناعة وتخلى الطفل يعيا بشكل متكرر. ثالث حاجة هو دخول المدارس، واللي عادة بيبدأ في فصل الخريف وبيمتد لفصل الشتاء. وفي المدارس الأطفال بيبقوا موجودين في تجمعات، فسهل جدا انتشار العدوى ما بين الأطفال. السبب الرابع هو إجهاد الأطفال بشكل مبالغ فيه بسبب المدرسة. حاليا كتير من الأمهات بتخلى الطفل يروح المدرسة ويطلع من المدرسة على الدرس ويرجع من الدرس على طول، مامته عايزة تقعد تذاكر له من غير الطفل حتى ما يرتاح شوية. الإجهاد الزايد عن اللزوم ده برضه بيضعف جهاز المناعة وبتخلي قابلية الطفل لأنه يعيا بتبقى أكتر بكتير جدا. علشان الطفل يعيا، والمقصود هنا هو الأمراض المعدية اللي بتسببها الميكروبات سواء فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات، علشان الطفل يعيا لازم الميكروب يوصل الأول للطفل. هيوصل الميكروب للطفل ازاي؟ من خلال طرق العدوى المختلفة. وطرق العدوى عند الأطفال متعددة جدا، ولكن أهمها وأشهرها حاجتين. الطريقة الأولانية هو العدوى عن طريق الجهاز التنفسي، ودي بتحصل بكذا طريقة، منها ان الطفل يكون عيان بيكح أو بيعطس والرذاذ اللي خارج منه ده أي طفل تاني ممكن يتنفسه، وبكده الميكروب هيدخل جوه الجسم ويسبب المرض. كمان لو الطفل لمس بعض الأسطح أو بعض الأشياء الملوثة بإفرازات الفم والأنف بتاع الطفل تاني كان مريض، يعني مثلا طفل عنده نزل برد وكان بيستخدم فوطة معينة وأخوه أخد الفوطة دي وابتدى يستخدمها ويلامس بيها الفم والأنف وعينه، بالشكل ده الميكروب هيتنقل للطفل التاني. نفس الكلام لو الطفل ده كان بيلمس بعض الأسطح زي المكاتب أو أكر البيبان، وكانت الأسطح دي ملوثة بإفرازات من الفم أو الأنف بتاع الطفل تاني عيان، كده الميكروب هيتنقل لإيد الطفل السليم، ومن خلال إيده هيوصل للفم أو الأنف أو العين ويبتدي يدخل الميكروب داخل الجسم ويسبب المرض. والعدوى عن طريق الجهاز التنفسي بتتنقل بيها مجموعة ميكروبات كتيرة جدا، من أول فيروس الإنفلونزا لحد فيروس الكورونا، ومجموعة كبيرة جدا من الفيروسات ومن البكتيريا بيتنقلوا بالطريقة دي. الطريقة التانية المشهورة جدا لنقل العدوى بين الأطفال بتبقى عن طريق الأكل والشرب، سواء الأكل أو الشرب ده ملوث بالميكروب نفسه، أو كان الأكل والشرب ده ملوث ببعض الإفرازات الملوثة، أو حتى ملوث بالبراز بتاع شخص تاني كان مريض. في الحالة دي الميكروب يقدر يدخل داخل جسم الطفل من خلال الأكل أو الشرب ويبتدي يسبب الأمراض. وبرضو عندنا مجموعة كبيرة من الميكروبات بتتنقل بالطريقة دي، من أشهرها فيروس الروتا وبكتيريا السالمونيلا اللي بتسبب مرض التيفويد للأطفال. دول كده أشهر طريقتين لنقل العدوى للأطفال. طبعا في طرق تانية كتيرة لنقل العدوى، لكن في الفيديو ده أنا بتكلم عن أشهر الطرق دي علشان نكون عارفين العدوى إزاي أصلا بتوصل للطفل. وهنا في أخطاء كتيرة جدا بنقع فيها، هوضحها لحضراتكم دلوقتي علشان نتجنبها ونتجنب تعب الأطفال المتكرر. أول خطأ بنقع فيه بيسبب تعب الأطفال المتكرر هو عدم التزامنا بإجراءات التباعد الاجتماعي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني طول الوقت الطفل ده
عمالين نسلم عليه بايدينا وعمالين نحضنه وعمالين نبوس فيه، ولو ده طفل رضيع فاللي رايح واللي جاي عمال يشيله وعمال يقرب نفسه منه وعمال يبوسه. ولما بنقول للامهات ممنوع اي حد يبوس الطفل من الوجه او من الفم، حتى الام نفسها، الام على طول بتصوت وتقول لي ازاي يا دكتور ده ابني وانا بحبه ولازم ابوسه. طب حضرتك لو هتنقلي ميكروب للطفل والطفل ده اتضر جدا، حضرتك كده هتستفيدي ايه؟ كلنا عارفين ان انت كأم بتحب طفلك، لكن لما اقول لحضرتك ان ده ممكن يضر الطفل ضروري جدا ان انت تمتنعي عن ده. يبقى ان احنا نقرب من الاطفال او نحطهم في مكان زحمة او نقرب نفسنا منهم او نقعد نسلم بالايد كتير والاحضان والبوس والكلام ده كله بينشر العدوى ما بين الاطفال، سواء العدوى من طفل لطفل تاني او من شخص كبير للاطفال. اجراءات التباعد الاجتماعي، المصطلح اللي اصبح مشهور جدا من بعد ظهور الكورونا، كان لازم اساسا يكون ده هو اسلوب حياتنا طول الوقت. المفروض ان احنا طول الوقت من قبل حتى الكورونا نكون ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي، لكن للأسف ده ما بيحصلش بشكل كبير جدا، وده بيساهم بشكل كبير جدا في تكرار مرض الأطفال. علشان نتجنب على القصة دي لازم نلتزم بالإجراءات الوقائية أو التباعد الاجتماعي. بلاش سلام بالإيد، بلاش أحضان، بلاش بوس، بلاش نحط الطفل في مكان فيه زحام، بلاش نقرب نفسنا من الأطفال، وكمان نعلم الأطفال ما بينهم وبين بعض بلاش يعملوا الحاجات دي، خاصة الأطفال الكبار شوية. بالنسبة للأطفال الرضع فحضرتك كأم لازم تحافظي عليه وتبعديه عن مصادر العدوى اللي احنا قلناها كلها دلوقتي في النقطة دي. وبرضو إجراءات التباعد الاجتماعي تشمل الزحام في المدارس داخل الفصول، ضروري جدا ناخد بالنا من النقطة دي. ما ينفعش تبقى كثافة الفصول كبيرة جدا والأطفال قاعدين نفسهم قريب من بعض، لأن ده بيبقى وسط كويس لانتقال العدوى من أي طفل مريض لأي طفل موجود حواليه. الخطأ الثاني المشهور اللي بيسبب تعب الأطفال المتكرر هو تعرض الأطفال للاختلافات المفاجئة في درجات الحرارة، وده بيبقى ليه صور كتيرة جدا، أشهرهم زي ما قلت في أول الفيديو إن الطفل يكون نايم طول الليل ومتدفي وبعدين يصحى الصبح يخرج في الهواء فجأة فيتعرض لتيار هواء بارد ويحصل اختلاف مفاجئ في درجة الحرارة يضعف مناعته ويسبب ان اي ميكروب او اي فيروس موجود حواليه يعرف يعييه بسهولة. وده برضو ممكن يحصل بسهولة لما نيجي نحمل الطفل، خاصة الاطفال الرضع، ان حضرتك تجيب الطفل وتخلعي هدومه في مكان يكون بارد ماهوش متدفي كويس، او ان حضرتك تحمي الطفل في وقت طويل فالطفل يبرد منك، او حضرتك تحمي الطفل وبعد ما تحميه عمالة تدوري على الفوطة بتاعته والملابس بتاعته في خلال الوقت ده يكون الطفل برد منك. لازم لما حضرتك تيجي تحمي الطفل، سواء ده طفل رضيع او طفل كبير، قبل ما الطفل يخلع هدومه لازم المكان ده يكون متدفي كويس، لازم الطفل يستحمى في وقت قصير جدا، ولازم الفوطة بتاعة الطفل والملابس بتاعته تكون موجودة جنبك. الطفل هيستحمى ويتنشف ويلبس في وقت سريع جدا، ويفضل في فصل الشتاء ان الاطفال يستحموا بالليل علشان الطفل يخلص الدش بتاعه ويدخل على السرير يتغطى وينام، فنبقى ضامنين ان الطفل مش هيتعب. كمان هنا عندنا بعض الاطفال، خاصة الاطفال الرضع، اللي بيريلوا كتير جدا او بيرجعوا كتير جدا. الاطفال دول على طول الملابس بتاعته مبلولة، وده ممكن يعرض الطفل لانه هو يتعب باستمرار. ففي الحالات دي لازم تلبس الطفل بافيتا وتغيريها باستمرار، ما تسمحيش لملابس الطفل انها تبقى مبلولة، لان ده هيعرضه للتعب بشكل متكرر. الخطأ الثالث اللي بيقع فيه ناس كتير هو ان ملابس الطفل تبقى مش مناسبة للوقت ده من السنة، او ان حضرتك تتقلي لبس الطفل وبعدين تخففي وبعدين تتقلي وبعدين تخففي، برضو ده بيعرض الطفل لاختلافات مفاجئة في درجات الحرارة وبتخلي الطفل يعيا بشكل متكرر. لازم حضرتك تكوني عارفة الآلية اللي هتبتدي تزودي فيها لبس الطفل بالتدريج على حسب الجو في المكان او في الدولة اللي انت عايشة فيها. بلاش تتقلي وتخففي بشكل متكرر، ولازم تتأكدي ان لبس الطفل مناسب لدرجات الحرارة اللي انتوا موجودين فيها. انا كنت اتكلمت قبل كده بالتفصيل عن ملابس الاطفال الرضع في الشتاء، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. الخطأ الرابع اللي بيقع فيه ناس كتير وبيسبب تعب الاطفال بشكل متكرر هو استخدام الادوات الشخصية لاكتر من شخص.
يعني يبقى في البيت فوطه واحده بيستخدمها كل الاطفال اللي في البيت، او بيستخدمها الاطفال والكبار. في الحاله دي لو في شخص واحد في البيت عيان هيقدر ينقل الميكروب ده لكل الموجودين في البيت. علشان كده الادوات الشخصيه زي الفوطه وزي فرشه الاسنان او اي حاجه شخصيه لازم يكون استخدامها شخصي لفرد واحد فقط. الخطأ الخامس هو تكرار لمس الأشياء أو الأسطح بدون داعي، إن إحنا طول الوقت عمالين نحط إيدينا على المكاتب أو نفتح الأبواب أو نسلم على الناس أو نحط إيدينا على الحيطة أو نقعد نحط إيدينا في أماكن كتيرة جدا، وده بيخلينا نلقط العدوى بسهولة من خلال الأسطح دي. علشان كده لازم نعلم الأطفال ونفهمهم، وأنا هنا بتكلم على الأطفال الكبار شوية، الطفل الرضيع حضرتك اللي بتخلي بالك منه، الطفل الكبير شوية بتعلميه الكلام ده، علميه إنه ما يقعدش يلمس الحاجات اللي موجودة حواليه بشكل متكرر علشان ما يلقطش اي ميكروب في ايديه، وكمان علميه يستخدم ايده الشمال اكتر لما يجي يلمس الاشياء، يعني لو هيفتح باب يفتحه بايده الشمال، لو هيجي يلمس حاجه يلمسها بايده الشمال، ده هيخلي ان حتى لو في ميكروب وصل للطفل هيبقى موجود في ايده اللي مش بيستخدمها كتير. عاده الطفل لو عايز يهرش في وشه هيستخدم ايده اليمين، وايده اليمين هنا هتبقى نظيفه. العدوى بتتنقل لما الميكروب يجي على ايد الطفل ويبتدي يحطه على الفم او الانف او العين، فلو الطفل بيستخدم ايده الشمال في ملامسة الاسطح بشكل متكرر هيحميه بشكل كبير انه ينقل العدوى لنفسه. كمان ضروري جدا نعلم الطفل انه يغسل ايده بالمية والصابون بشكل متكرر، وغسل الايدين نأكد عليه اكتر بعد خروج الطفل من الحمام وقبل الطفل ما ياكل. السبب السادس اللي بيسبب مرض الاطفال هو نقل الميكروب للطفل من خلال الاكل بتاعه، وده ممكن يحصل بطرق كتيرة جدا. ممكن يكون الطفل بياكل الخضار والفاكهة من غير ما يتغسل ويتنقع كويس جدا، ويبقى موجود فيهم ميكروب يوصل للطفل، خاصة الأنواع اللي بناكلها بدون طهي، تعريض الطعام للحرارة العالية بيقضي على أي ميكروبات فيه. لكن الحاجات اللي بتتاكل فريش زي الخضار والفاكهة لو الطفل أكلها من غير ما تتغسل وتتنظف كويس ممكن يتنقل له ميكروب بسهولة. كمان نظافة إيد الطفل قبل ما يأكل ونظافة ضوافره مهم جدا، نظافة أدوات الأكل المعلقة والطبق بتاع الطفل مهم جدا، أكل الطفل لازم يكون طازج محضرينه حالا، بلاش نحتفظ بيه لفترات طويلة يقف عليه الذباب أو يتلوث من أي حتة والطفل يأكله فتحصل له مشكلة. كمان مهم جدا إن إحنا نتجنب إن الطفل يأكل أي أكل من خارج البيت، لأننا مش ضامنين نظافة الشخص اللي بيحضر الأكل ده ولا نظافة الأدوات اللي بيستخدمها في تحضير الطعام. وكمان مهم جدا بالنسبة للأطفال الرضع اللي بيرضعوا صناعي لازم نهتم بنظافة الببرونة وحلمة الببرونة وتعقيم الببرونة في الأوقات الصحيحة، وكمان تغيير الببرونة وحلمة الببرونة في الأوقات المخصصة ليهم. وأنا كنت اتكلمت بالتفصيل عن الموضوع ده في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. دي كده أشهر الأخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس بشكل متكرر وتسبب وصول الميكروب للطفل وإصابته بالمرض. عندنا أخطاء تانية بنقع فيها برضو بتسبب ضعف مناعة الأطفال، وده بيخلي مقاومة الطفل للمرض بتبقى أقل وإصابته بالمرض بتبقى عالية. أول حاجة الأطفال الرضع لازم نلتزم بالرضاعة الطبيعية لأقصى مدة ممكنة. الرضاعة الطبيعية بتقوي مناعة الطفل بشكل كبير جدا، وكل ما كانت مدة الرضاعة أطول كل ما كان أداء جهاز المناعة أفضل. لكن ضروري جدا مع الرضاعة الطفل يبدأ أكل في الوقت الصحيح، وبداية الأكل للأطفال الرضع بتبقى من بعد الشهر الرابع لحد بعد الشهر السادس على حسب الطبيب المعالج ما يحدد الوقت الأفضل للطفل ده، وهنا الطفل هيبقى بياخد كل احتياجاته من الرضاعة الطبيعية والأكل. الحاجة التانية إن إحنا نكون ما بننوعش في أكل الطفل، لازم واحنا بنأكل الطفل ننوع في مصادر أكله علشان جسمه ياخد كل احتياجاته الغذائية وأداء جهاز المناعة يبقى قوي جدا والطفل ما يتعبش بشكل متكرر، فعدم تنويع أكل الطفل بيسبب تعب الأطفال المتكرر. الخطأ الثالث اللي بيضعف المناعة هو عدم ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة للأطفال، وأنا هنا أقصد طبعا الأطفال الكبار شوية، بيقوي جهاز المناعة. لو إحنا حتى في المدارس لازم الطفل يكون بيمارس رياضة حتى لو يومين بس في الأسبوع، ده هيقوي جهاز المناعة بتاعه بشكل كبير. الحاجة الرابعة هو إجهاد الطفل زيادة عن اللزوم، ده برضو بيضعف جهاز المناعة. والحل هنا إن إحنا لازم ننظم وقت الطفل
وان الطفل يكون بيبذل مجهود معقول، بلاش نيجي على الطفل قوي، لازم ننظم وقته، يروح دروسه وبعدين يرتاح، يروح المدرسة وبعدين يرتاح، موضوع ما يبقاش فيه إجهاد طول اليوم، لازم يكون فيه فترات الطفل بيرتاح فيها. الحاجة الخامسة، لازم ننظم نوم الطفل، نوم الطفل بشكل سليم، عدد ساعات كافي، النوم بالليل، ده بيخلي أداء جهاز المناعة ممتاز جدا، لأن النوم بيجدد خلايا الجسم وبيجدد خلايا المناعة وبيخلي أداء جهاز المناعة ممتاز جدا. لو الطفل ده بيسهر لأوقات طويلة أو ما بينامش كويس أو بينام بالنهار وبيصحى بالليل، في الحالة دي هنلاقي الطفل بيتعب بشكل متكرر. الحاجة السادسة، هو عدم التزامنا بإعطاء الأطفال التطعيمات الخاصة بيهم، سواء التطعيمات الإجبارية اللي الأطفال بياخدوها تبع وزارة الصحة بالمجان، أو التطعيمات الإضافية اللي بنشتريها على حسابنا. عندنا مجموعة كبيرة من التطعيمات الإضافية موجودة في مصر بتحمي الأطفال من أمراض كتيرة جدا، أشهر التطعيمات دي تطعيم الروتا فيروس، تطعيم المكورات الرئوية، تطعيم الجدير المائي، تطعيم الالتهاب السحائي، تطعيم الالتهاب الكبدي ألف، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية. التطعيمات دي كلها كنت اتكلمت عنها قبل كده بالتفصيل، نقدر نجيبها منين والطفل ياخدها في أي عمر، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. الخطأ السابع اللي كتير من الناس بيقعوا فيه بيسبب تكرار مرض الطفل، هو إهمال بعض الحالات المرضية عند الطفل. يعني مثلا الطفل ده يكون عنده حساسية أنف، أو عنده حساسية صدر، أو عنده تضخم في اللوز، واللوز بتاعته بيحصل فيها التهاب صديدي بشكل متكرر جدا أكتر من 7 و8 مرات في السنة، أو كان الطفل عنده تضخم في اللحمية، أو كان عنده أنيميا، أو ضعف عام ونقص فيتامينات. أي حالة مرضية موجودة عند الطفل محتاجة علاج وإحنا بنهمل في علاجها، ده بيسبب إن الطفل يتعب بشكل متكرر. الطفل اللي عنده حساسية أنف وما بياخدش علاج وقائي لحساسية الأنف، هيفضل طول الشتاء مناخيره محتقنة، مناخيره بترشح، بيعطس كتير، وده كمان بيبقى وسط ملائم جدا لأي بكتيريا أو أي فيروسات تدخل في الأنف وتخليه يعيا بشكل متكرر. نفس الكلام الطفل لو عنده حساسية صدر ما بياخدش العلاج الوقائي بتاعه بانتظام، هنلاقي الطفل ده طول الشتاء صدره تعبان. نفس الكلام لو طفل عنده تضخم في اللحمية كبير وعامل له مشكلة، بنلاقي الطفل ده برضه عمال يتعب بشكل متكرر في الشتاء. فلو كان طفلك عنده أي مشكلة مرضية محتاجة علاج، يبقى حضرتك لازم تعالجيها. لو عنده أي مشكلة محتاجة علاج وقائي أو كورس وقائي الطفل يمشي عليه، يبقى حضرتك لازم تمشيه على الكورس ده زي الطبيب المعالج ما يحدد. المواضيع دي كلها أنا كنت اتكلمت عنها قبل كده بالتفصيل في فيديوهات سابقة، برضو هسيبها لكم في صندوق الوصف بتاع الفيديو. الخطأ اللي بعد كده وآخر حاجة هتكلم عليها في الفيديو النهاردة اللي بتسبب تعب الأطفال بشكل متكرر، هو إن الطفل لما يتعب نتأخر في طلب المشورة الطبية. يعني الطفل تعبان وحضرتك بتدي علاج من نفسك، او حضرتك بتجيبي مضاد حيوي تديه للطفل من نفسك. الاسراف في اعطاء المضادات الحيوية للاطفال بدون داعي بيسبب ضعف المناعة وتكرار مرض الاطفال، واكتر من 60% من العدوى عند الاطفال بتبقى عدوى فيروسية ما بنحتاجش مضاد حيوي في علاجها. فلو حضرتك بتدي مضاد حيوي من نفسك، او بتكرري علاج كان موصوف للطفل قبل كده، او بتستشيري صيدلي يديلك علاج، او بتستشيري جارتك او اختك تديلك علاج، فالكلام ده كله غلط جدا، بيضعف جهاز المناعة بتاع الطفل، وكمان بيخلي المرض يزيد على الطفل اكتر، وممكن الطفل يبتدي يدخل في مضاعفات في بعض الحالات بتبقى خطيرة جدا. علشان كده مهم جدا لو الطفل تعبان ان احنا نطلب المشورة الطبية من بدري عند دكتور متخصص، يشخص حالة الطفل بشكل صحيح، يديله العلاج المناسب لحالته في الوقت المناسب، وضروري جدا حضرتك تلتزمي بالعلاج اللي هيحدده الدكتور، سواء في الجرعة او في مدة العلاج او في متابعة الطفل بعد كده مع الطبيب المعالج. بكده اكون اتكلمت بشكل كامل عن اشهر الاخطاء اللي بنقع فيها وبتسبب تعب الاطفال بشكل متكرر، وازاي نقدر نتجنب كل الاخطاء ديا، وازاي نقدر نحمي الاطفال من التعب المتكرر خاصة في فصل الشتاء. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.